السلام عليكم. الو غادي نشوفوا اليوم اول حاله اللي غنعملوا لها البروتوكول الجديد ديال لا كورنيفين. ما بقيتش غنستعمل الكروس لينكين افيك لونتي دو كونتاكت، مي غنستعمل البروتوكول الجديد. شنو هو البروتوكول الجديد؟ البروتوكول الجديد ملي كتكون القرنيه اللي هو السمك ديالها ملي كنحيدوا ليبيتيليو، ملي كنحيدوا قشره القرنيه تيقل على 400 ميكرون، كنعتبروها بان قرنيه رقيقه ثين كورنيا. في هذه الحاله العلماء اخترعوا بزاف ديال الطرق باش نقدروا نديروا الكروس لينكين في هذه الحاله. كاين طرق اللي كانوا كيعملوا قطرات اللي باش ننفخوا القرنيه وتغلط، كيتسمى ريبو فلابين ايبوسمولير. كاين الحالات اللي كانوا كيعملوا غير ترانسيبيتيريال. كاين الحالات اللي كنا كنديروا فيهم قبل، انا كنت كنعمل فيهم افيك لونتي دو كونتاكت، يعني كنحط لونتي دو كونتاكت وعاد كندير الكروس لينكين من الفوق، ولكن تبينت ان ديك لونتي دو كونتاكت تقدر تبلوكي لنا الاكسجين اللي كيوصل للقرنيه في التفاعل ديال الكروس لينكين. وعرفنا بان الاكسجين مهم بزاف. دابا ولا كيتستعمل معنا جهاز الاكسجين كنديروه في لا بروسيدور ديال الكروس لينكين، كنعطيو للعين الاكسجين الوقيته اللي كنديروا الاشعه. في هذه الحاله بعض العلماء من ايطاليا قاموا ب بواحد بروتوكول جديد سموه الام بروتوكول، اللي قام به واحد الدكتور ايطالي سميتو كوزيمو مازوتا، اللي كنشكرو اللي هو صديق ديالي واللي عطانا هذا لو بروتوكول جديد، اللي قام بدراسه عدد من لي بروتوكول اللي كاين في الجهاز. وقام بدراسه لا لين دو ديماركاسيون، يعني العمق فين كيوصل الكروس لينكين. يعني كندير الكروس لينكين عنده واحد العمق، بحال غاتريتي مثلا بواحد الطريقه غيعطيك مثلا 200 ميكرو، غادي دير بواحد الطريقه اخرى غيعطيك 250 ميكرو ديال العلاج. وحنا عارفين بان ما خصناش نوصلوا للقشره البطانه القرنيه، القشره الداخل القرنيه ما خصناش نوصلوا ليها بالعلاج، فلهذا كنا كنغلطوا القرنيه كنزيدوا السمك. هنا دار واحد البروتوكول، وهذا انا سالي دابا حيدت لها الايبيتيليوم، دار واحد البروتوكول اللي هو هذا اللي غنقدر من بعد نوري للاطباء الاخرين، انه تيقول لي كل طريقه من الطرق اللي كاينه في الجهاز كنختاروا كتعطينا تقريبا السمك اللي غتمشي فيه العلاج. فمثلا ناخذوا هذه الحاله، هذه الحاله لقيت لها عندها 300 عندها 420 ميكرون سمك وعندها 50 ميكرون في ليبيسور، فعطاتني 370 ميكرون. ف 370 ميكرون هي لو ستروما، دونك خصني نتريتي منها الثلثين ديال ستروما باش كنخلي داك التحتاني ما وصلوش للكروس لينكين. فملي كندير نحسب الثلثين كتعطيني تقريبا 250 ميكرون، فكان انا خصني ندير الكروس لينكين في 250 ميكرون امامية القرنيه. كنمشي للبروتوكول كنشوف 250 ميكرون وكنشوف قدامها شنو هو البروتوكول اللي كيعطيني. كنمشي للجهاز ديالي الكروس لينكين، اجي نشوف، كنمشي للجهاز ديالي الكروس لينكين كنضبط الطاقه 5.4 وكندير 30 ملي وات ودرتو بروغراميتو اون بولسي، اللي هو طلب ليا في بولسي. دونك الان غنعمل البروتوكول كيف ما خرج ليا في ليتود اللي تدارت، وباش كنتوقعوا ان العلاج غادي يكون في 250 ميكرون اماميه ديال القرنيه، وداك 120 130 ميكرون لوراني ديال القرنيه ما غيصلهاش الكروس لينكين باش لحمايه بطانه القرنيه. فالهدف هو هذا كيتسمى ان بروتوكول. Je vais parler aussi en français. Donc, ce protocole de cross-linking, c'est pour traiter les cornées fines. Et on va adapter l'affluence, on va adapter l'énergie en fonction de l'épaisseur de la cornée. Et on va voir l'épaisseur de la cornée totale. On va enlever l'épaisseur de l'épithélium, puis prendre les deux tiers de l'épaisseur stromale. Et on va adapter en fonction de ce protocole. Alors, en anglais, this protocol, M protocol, is to treat thin corneas. So thin corneas was a big problem, a big issue in keratoconus, and we couldn't treat all these cases. So we used to use contact lens assisted, we used to use hypoosmolar riboflavin, but now we can use the normal isoosmolar riboflavin, but we will adapt the protocol, each protocol to each thickness to have a good demarcation line and to avoid burning the endothelial cells to avoid complications. Donc, هذا هو le nouveau protocole اللي تديفلوبا par notre ami professeur Cosimo Mazzotta en italien. حنا غادي نطبقوه ان شاء الله، وكنتمنوا هاد المرضى الشفاء باذن الله. شكرا.